لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الدروس المستفادة من قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهذا هو حديثنا السابع حول هذه القصة وفوائدها ودروسها المستفادة. وحديثنا اليوم هو عبارة عن وقفات مع توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، فإنه بعد 50 ليلة من الحزن والألم والهم والغم الذي انتاب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، كانت النهاية السعيدة، كانت النهاية السعيدة بتوبة الله عز وجل عليهم، فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد قاطعهم المجتمع المسلم 50 ليلة، وبعد هذه المدة نزلت توبة الله عز وجل عليهم وعفوهم سبحانه وتعالى عنهم، وذلك أنهم كانوا قد خلفوا حتى يقضي الله عز وجل في أمرهم، فنزلت الآيات التي فيها توبتهم، فكان هذا يوم من أسعد أيام حياتهم. ولذا فإننا سنقف 3 وقفات مع هذه القطعة التي نترك صاحب القصة يذكرها علينا رضي الله عنهم وأرضاه، ثم نسير مع هذه القطعة من خلال هذه الوقفات. قال كعب رضي الله عنه طيات ذكره لقصة توبته، قال: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، ذلك أنه صلى في بيته في هذا اليوم على الخصوص لأجل أن يقدر الله عز وجل ما تسمعون بعد ذلك، فصلى على سطح بيت له. قال: وأنا على ظهر بيت من بيوتنا. قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل، أي ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، قال: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلة، هو جبل بارز حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بأعلى صوته، أي هذا الصارخ الذي ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فسمعت صارخا أوفى على جبل سمع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاة الفجر ذكر على الناس وأعلن في الناس أن الله عز وجل أنزل الآيات التي فيها توبة الثلاثة رضي الله عنهم، فانطلق هذا الصارخ رضي الله عنه أحد الصحابة، انطلق إلى جبل سلم، وقف على رأس الجبل فنادى: يا كعب بن مالك أبشر. قال كعب رضي الله عنه: فذهب الناس يبشرونه، وذهب قبل صاحبي مبشرون. قال: وركض إلي رجل فرسا، ركض إلي رجل يركب فرسا، قال: وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل
وكان الصوت أسرع من الفرس. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبين فكسوته إياهما ببشراه. قال: والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل الناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. قال: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيرهم ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. قال: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب كذلك على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه القطعة من قصتنا نسير معها من خلال ثلاث وقفات كما أشرنا. الوقفة الأولى موقف مجتمع الصحابة من توبة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. والوقفة الثانية خير يوم في حياة الثلاثة رضي الله عنهم. والوقفة الثالثة سنن شكر نعمة الله عز وجل. فأما الوقفة الأولى وهي موقف مجتمع الصحابة رضي الله عنهم من توبة الثلاثة، فإن الصحابة رضي الله عنهم مع عظيم امتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعة الثلاثة وهجرهم، بل ضربوا المثل الأروع في تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف من الصحابة رجل واحد، فخرق هذا القرار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو من باب التأليف كما يقول ربما بعضنا في مثل هذه المواقف، أو من باب الرحمة لئلا يذهبوا إلى مكان آخر أو يفتنوا، لا، بل كل الصحابة رضي الله عنهم التزموا القرار وهو المقاطعة والهجر. وإن موقف أبي قتادة يدل على ذلك دلالة واضحة، فهو ابن عمه وصاحبه الحميم، مع ذلك يسلم عليه ثلاث مرات ولا يرد عليه، بل لما بكى لم يلتفت إلى بكائه، ومع ذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاه في هم وغم وشفقة على إخوانهم الثلاثة، فإنهم مع عظيم مخاطعتهم وتطبيقهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
إلا أنهم كانوا في غم وهم وشفقة على إخوانهم الثلاثة، فما سيكون مصيرهم؟ إنهم خلفوا، أي أنهم قيل لهم انتظروا حتى يقضي الله عز وجل في شأنكم. فكان الصحابة رضي الله عنهم، وكان مجتمع الصحابة يعيش هماً وغماً وحزناً وشفقة على إخوانهم الثلاثة، ما سيكون مصيرهم وبما سينزل الوحي في شأنهم، والكل في خوف ووجل. وهذا لما رأوا من إخوانهم من صدق التوبة، فما كان منهم ذلك إلا لأنهم رأوا من إخوانهم الثلاثة صدق التوبة وصدق الرجوع والتمسك بالجماعة وعدم الشذوذ عنهم. ولذا هذا يظهر من ثلاثة مظاهر من أحوال الصحابة. المظهر الأول الذي يبين لك ذلك انتظار الصحابة رضي الله عنهم لنزول الوحي لحظة بعد الأخرى. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون نزول الوحي لحظة بلحظة، كلهم يترقب متى ينزل الوحي في شأن هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. وهذا يدل على عظيم همهم وغمهم وشفقتهم على إخوانهم. ومما يبين لك ذلك الرواية الأخرى لنفس القصة التي فيها أن أمر توبتهم والآيات التي نزلت في توبتهم نزلت في وقت السحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أم سلمة رضي الله عنها كثيراً ما تذكر كعباً بالخير وتثني عليه. فلما نزلت توبتهم نزلت في النصف الثاني من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا أم سلمة، لقد تيب على كعب وصاحبيه وتلا عليها الآيات. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أفلا نبشر كعبا وصاحبيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يحطمكم الناس ولا تنامون ليلتكم هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذن يحطمكم الناس، يعني يتزاحمون على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فرحة بتوبة إخوانهم، ولا تنامون ليلتكم هذه من شدة الفرحة التي ستعم المدينة. وهذا يظهر لك أنهم رضي الله عنهم مع عظيم المقاطعة كانوا مشغولين بإخوانهم. وأما المظهر الثاني وهو مصارعتهم في تبشير إخوانهم بمجرد علمهم بأمر التوبة، حتى أنهم ما انتظروا حتى يلتقوا في الصباح أو نحو ذلك، بل صعد أحدهم على أعلى جبل قريبا من بيت كعب ونادى بأعلى صوته، وذهب البعض منهم مسرعا إما بفرس وإما على أقدامه إلى بيوت الآخرين لكي يبشروه. وشاهد ذلك قول كعب رضي الله عنه قال: فسمعت صوت صارخ أوفى من على جبل سلع بأعلى صوتي. حاول أنت أن تتصور هذه المشاهد الإيمانية الجميلة. هذا سكون في الليل، الصحابة صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الفجر مباشرة آذنهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر التوبة. ما الذي حدث من الصحابة؟ جلسوا في المسجد وصاروا ينتظرون حتى يأتي إخوانهم الثلاثة في أي ساعة؟ أبدا، خرجوا منطلقين، منهم من توجه إلى جبل، ومنهم من ركب فرسا، ومنهم من أسرع على رجليه، كل يريد أن يبشر قبل أخيه. وهذا من عظيم محبتهم لإخوانهم وحبهم لهم الخير مع عظيم مقاطعتهم السابقة. ولذلك سارعوا بالبشارة
يا كعب بن مالك أبشر. وحاول أن تتصور هذا المشهد، كعب المكروه المهموم يسمع صوتا يسري بعد الفجر ينادي بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا رضي الله عنه، وعلمت أنه قد جاء الفرج من الله عز وجل بتوبة الله منه. ومن الأمور كذلك التي تظهر عظيم مجتمع الصحابة رضي الله عنه تفاعلهم التفاعل الصحيح مع القضية، كذلك مظهر ثالث وهو مظاهر الفرح والسرور والتهنئة التي ملأت أنحاء المدينة. فما إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على الثلاثة حتى صارت المدينة ضجيجا من كثرة الحركة والسرور والتهنئة والفرحة، وكل يتوجه إلى الثلاثة يهنئهم كما قال كعب: فجعل الناس يلقوننا أفواجا أفواجا يهنئوننا ويقولون: ليهنك توبة الله عليك، أي هنيئا لكم توبة الله عليكم. ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه المسجد فيقول: فخرجت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت المسجد وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور، هكذا فرحة عمت المدينة، فرحة ملأت شوارع المدينة وطرقها رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم. وهذه الوقفة عباد الله لنا من ورائها مغزى، وهو أن هذا هو المجتمع المنضبط، إنه مجتمع ينضبط على العلاقة في الله عز وجل، إنه مجتمع عماده وأساسه وشعاره العلاقة في الله عز وجل. ولو أقرب الناس فأبو قتادة يهجر ابن عمه وصاحبه ولا يرد عليه السلام، وفي ذات الوقت هم الذين ملأوا المدينة فرحة لما نزل أمر توبتهم، مجتمع يقوم على الولاء والبراء لله، يقوم على الحب والبغض لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عروة الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة لله والموالاة لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا تنضبط أحوال المجتمع إذا كان يقوم على قواعد العلاقة في الله عز وجل، لا أن تكون العلاقات على المجاملات والكلمات التي فيها المحاباة والأحوال التي فيها المحاباة، فإن هذا يفسد المجتمعات. وأما الوقفة الثانية كما أشرنا فهي خير يوم في حياة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الثلاثة رضي الله عنهم لما تاب الله عز وجل عليهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وأخبر الباقين بالمفهوم أن هذا خير يوم مر عليهم في حياتهم، كما يحكي كعب رضي الله عنه قال: فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ووجهه يبرق من السرور: أجلس بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا خير يوم مر عليهم في حياتهم. ولما يا عباد الله؟ والله عز وجل يحب ذلك، والله عز وجل يفرح بذلك، أن يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا من أحدكم بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاح فانفلتت منه قال وعليها طعام وشراب
قال فأيس منها، فجاء إلى شجرة فاضطجع في ظلها وقال أنتظر الموت. قال فبينما هو كذلك إذ هي فوق رأسه، قال فلما وجدها قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتخيل هذا المثال الذي يظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فرحة ربنا سبحانه وتعالى بتوبة عبده المسيء، إذا تاب من ذنبه يفرح الله عز وجل به، يفرح بتوبته وعودته إليه، أشد من فرح هذا الإنسان الذي دخل في صحراء الفناء وهو يركب راحلته وعليها طعاما وشرابا، وكأنه جلس يستريح أو نحو ذلك، فانفلتت الراحلة وعليها طعامه وشرابه وكأنه كان نائما، فقام فلم يجدها، وهي صحراء لا يجد وسيلة للخروج منها ولا يجد وسيلة للحياة بعد ذلك، عليها طعامه وشرابه، ولذلك جاء إلى ظل شجرة واضطجع تحتها وقال أنتظر الموت. أسباب الحياة المادية زالت عنه، فنام فاستيقظ فإذا هي عند رأسه، عادت له أسباب الحياة فجأة، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة العبد، ولذلك يكون هذا من أعظم أيام العبد. ولما لا عباد الله، يوم توبة الإنسان من الذنب مهما كان، كبيرا كان أو صغيرا، يوم توبة العبد يعبر عن حالة يحبها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب العبد المنكسر له، يحب العبد المفتقر له، يحب العبد المستضعف له، يحب أن يظهر له عبده ذلك افتقار الذل مسكنة ضعف، هذا حال يحبه الله عز وجل أن تظهر له ذلك. ولذلك يكون الله عز وجل أقرب إلى هذا العبد من غيره من العباد. وتأمل استنباط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معنى جميلا من حديث عبده كما سيأتي في شأن التائب، وكيف أن التائب يحبه الله عز وجل ويكون منه أقرب من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة عبدي، أو في رواية ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا رب كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال فيقول ألم تعلم أو علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده، عبدي استطعمك عبدي فلان فاستطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف يا ربي وأنت رب العالمين أطعمك؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فاستنبط الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة عظيمة من هذا الحديث، في أن التائب من أقرب عباد الله عز وجل إليه، كما أن المريض الضعيف المؤمن المريض الضعيف من أقرب عباد الله إليه في هذا الحديث، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه، فقال في شأن المريض لوجدتني عنده،
وقال في شأن الاستطعام والاستسقاء لوجدت ذلك عندي. فتميز أمر المريض بقول الله عز وجل في الحديث القدسي لوجدتني عنده، أي لوجدتني معه وأقرب إليه من غيره. فتميز المريض بذلك. فذكر الإمام ابن القيم أن المريض تميز بذلك لضعفه وانكساره وذله لربه سبحانه وتعالى. وهذه حالة التائب، فإن التائب عند توبته يكون في هذه الأحوال ذل، افتقار، استكانة لله عز وجل وغير ذلك من هذه المظاهر التي يكون فيها المؤمن المريض. ولذلك يكون هذا يوم من أعظم أيام حياته. وهنا لطيفة عباد الله في قصته وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. استشكله البعض، أي استشكل على البعض كيف ذلك؟ هل هو أفضل من يوم الإسلام؟ هذه لطيفة ذكرها العلماء. هل ذلك أفضل من يوم إسلام الإنسان؟ يوم توبته من كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، هل هذا أفضل من يوم إسلامه؟ والجواب أن يوم إسلام الإنسان أفضل بلا شك، أفضل بلا شك. ولكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جوابا على ذلك بما معناه، قالوا أنه مستثنى تقديره من غير يوم إسلامه، أي هذا خير يوم مر بك غير يوم إسلامه. قال: والجواب الأحسن أن ذلك باعتبار جمع يوم إسلامه ويوم توبته، فإذا اجتمع كان خيرا من يوم إسلامه المجرد. يعني يوم توبته مع يوم إسلامه أفضل من يوم إسلامه المجرد. ولذلك كان هذا أعظم يوم في حياة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك يوم التوبة عباد الله من أي ذنب من الذنوب، ساعة التوبة من أي ذنب من الذنوب هي من أفضل ساعات العبد في حياته. فإن الإنسان إذا كان في لحظة توبة إلى الله عز وجل تراه إما ساجدا إما قائما وإما منكسرا نادما. هذه أحوال يحبها الله سبحانه وتعالى. أما الوقفة الثالثة عباد الله وظفاتنا مع توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، هي مستفادة من أحوال وسلوك كعب رضي الله عنه وصاحبيه في هذه القصة. وهذه الوقفة كما أشرنا لعنوانها سنن شكر النعم، فإن هذا مستفاد مما فعله الثلاثة رضي الله عنهم لما أخبروا بتوبة الله عز وجل عليه. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، بل هي من أعظم النعم، بل هي خير النعم على الأقل بالنسبة لهم كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فكان منهم هذا السلوك الذي صار من سنن شكر النعم بعد ذلك، والذي يتلخص في ثلاثة أشخاص: سنة لمن حصلت له نعمة من أي لون كان، أي شيء يحبه الله عز وجل وهو يفرح العبد ويدخل عليه السرور، من مال أو ولد أو زوجة أو وظيفة أو طاعة أو غير ذلك من أحوال النعم، فإنه يسن له أن يفعل هذه الأمور التي فعلها الثلاثة رضوان الله عليهم. فأما أول ذلك فهو سجود الشكر، فإن كعب رضي الله عنه في حكايته يحكي أن أول شيء فعله بمجرد أن أخبر، بل
أشير لأمر التوبة سجد لله عز وجل شكرا. قال رضي الله عنه: فسمعت صوت صارخ أوفى من على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا لله عز وجل. وهذا سلوك الثلاثة رضي الله عنه. ففي رواية غير رواية البخاري فيها أن سعيد بن زيد رضي الله عنه هو الذي ذهب إلى هلال بن أمية يبشره ويخبره بتوبة الله عز وجل. فأسرع سعيد بن زيد إلى بيت هلال بن أمية، وكان هلال رضي الله عنه كما سبق قد استكان في بيته وأصابه المرض والضعف من قلة الطعام والشراب من شدة همه وحزنه. يقول سعيد بن زيد: فلما بشرته بتوبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه قال: فخر ساجدا. قال: فأطال، فظننت أنه لا يرفع رأسه إلا وخرجت نفسه رضي الله عنه وارضاه. أطال السجود شكرا لله عز وجل، أطال السجود حمدا لله عز وجل على نعمة التوبة وعلى نعمة العفو من الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة من الله عز وجل تستحق السجود لها، وهذا أدب من الآداب التي يتحلى بها المسلم أو ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا نزلت به نعمة من النعم أو بشر بنعمة من النعم، أن يسجد لله شكرا، لا كما يفعل بعض الناس يصرخ أو يهلل أو يفعل أشياء محرمة. فنسأل الله العفو والعافية. وأما السلوك الثاني من سنن شكر النعم والذي فعله الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى كان سنة في الناس بعد ذلك، وهو مكافأة المبشر بالنعمة، أي أن يكافئ المبشر المبشر له بالنعمة. وهذا ما فعله كعب رضي الله عنه، فإنه لما جاء أحد إخوانه يبشره، بل هو صاحب الصوت الذي كان على جبل سلع، وقد جاء غيره لكنه خص صاحب النداء الذي كان من على جبل سلع، فيقول رضي الله عنه: وركض إلي رجل فرسا، أي رجل على فرس يبشرني. قال: وسعى إلى جبل سلع رجل من أسلم ونادى بأعلى صوته، فكان الصوت أسرع من الفرس. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته بالبشرى نزعت ثوبي وألبستهما إياه، ووالله ما كان لي غيرهما يومئذ. فثارت هذه سنة وهي مكافأة من حمل لنا البشرى. فمن حمل إليك بشرى بنعمة من نعم الله عز وجل صغيرة كانت أو كبيرة، فإنه يستحق لك أن تكافئه بشيء ولو يسير، ولو أن تعطيه شيئا يسيرا. وأما إن عجزت عن ذلك فأكثر له من الدعاء والشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولذلك عباد الله صارت هذه سنة من السنن أن نكافئ من جاء إلينا بخبر أو بأمر من الأمور التي هي من نعم الله عز وجل صغيرة كانت أو كبيرة. وأما السلوك الثالث من سلوك الثلاثة رضي الله عنهم والذي صار سنة من سنن شكر النعم فهو التصدق. فإنه لما جاء خبر
البشرى بالتوبة إليه. يقول كعب رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي، أي من تمام توبتي، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أبقي عليك بعض مالك فإنه خير لك. قال كعب: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. وتأملوا هذه العبارة، والله كل لفظة من كلام كعب في هذه القصة تحتاج إلى وقفة. تأملوا قول كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فإنه يريد بذلك أن هذا المال كان هو سبب هذه المصيبة التي وقعت لنا، إن هذا المال كان هو سبب فتنتنا، فإن من توبتي ألا يكون هذا المال فتنة لي بعد ذلك فأتخلص منه، فإنه هو السبب الذي جعلني أركن وأتخلف ولا أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لذلك قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أحسن، وهو أن المال منه ما هو نعمة ومنه ما هو نقمة، فاجعل مالك نعمة لك، واجعل مالك عونا لك على طاعة الله عز وجل، ولا تجعله على الحال الذي سبقت أن يكون فتنة لك. قال: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك. فأخذ من ذلك استحباب التصدق عند حصول نعمة من النعم. فأنت إذا بشرت بنعمة من نعم الله عز وجل، صغيرة كانت أو كبيرة، زواج ولد من ولدك، حصول مال، وظيفة، غير ذلك، تصدق لله عز وجل. لا أن تفعل كما يفعل بعض الجهلة الذين إذا حصلت لهم النعم ومنها المال نفسهم، وربما بعضهم كان فقيرا لا مال له فأغناه الله، وهذه نعمة من الله عز وجل، فتراه ينفق هذا المال في معصية الله تعالى. وأما الصالحون إنهم إذا حصلت لهم النعم تصدقوا، أخرجوا صدقة. ولذلك استحب لك أن تتصدق إذا نزلت بك نعمة، صغيرة كانت أو كبيرة. والوقفات عباد الله والفوائد كثيرة جدا في قصة توبة الثلاثة، بل وفي هذا الجزء على الخصوص توبة الله عز وجل عليهم. ولذلك للحديث بقية إن شاء الله في مرة قادمة نتناول فيها تناول القرآن لتوبة الثلاثة الذين خلفوا، وكيف عالج القرآن هذه المسألة وهي توبة الثلاثة، وكيف ركز القرآن على أحوالهم الإيمانية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذه أحوال إيمانية ثلاثة ركز عليها القرآن، ويتحدث عن توبتهم، فيها نفع عظيم لكل إنسان من المؤمنين. وهذا ما نقف عليه في مرة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.